بقول لك ايه، عمرو وشيرين شكلهم كده مش في الشقه. وعرفت منين؟ هو احنا لسه طلعنا الشقه؟ شايف، بص فوق شبابيك البلكونه مقفوله اهي. ده مش دليل على انهم مش فوق. خلاص، احنا نسرق المفتاح الماستر من عند السكيورتي بتاع الشقه واحنا طالعين احتياطي يعني. انت متاكد ان مفتاح الشقه عند السكيورتي؟ طبعا، ده اتفاق من سكان العماره كلهم عشان لو حصلت حريقه لحاجه لا قدر الله. انت فاكر كل المعلومات دي؟ انا ذاكرتي حديديه يا كراميل. يلا بقى عشان ننسق ونتنطط ونجيب المفتاح. خفتك، يلا خفتك انت، تعالى بس ورايا وانا افهمك تاني. ده فعلا مفيش حد في الشقه. ما انا قلت لك واحنا تحت شبابيك البلكونه مقفوله. يا صدفه ذكائك المحدود. يا البيت وحش قوي من غيرهم. ده حقيقي، شكلهم بيتخانقوا على طول. ما هو طول ما الراجل ابو مناخير طويله حاشرها بينهم عمرهم ما هيتصالحوا. وليه ما تقولش ان صاحبك عمرو هو اللي فلاتي وحرمجي ومغلب البيت وراه؟ دي احدى سمات الرجل الشرقي يا عزيزي. دي بتعتبرها سمات الرجل الشرقي ولا وصمات عار الرجل الشرقي؟ احنا كقطط نتكسف من الاعمال اللي بيعملها، دي خيانه وانت اكتر واحد مجرب. اكتر واحد مجفل. ما تكمل يلا، كيس برتقال بسره قدامك، ما تكمل. فعلا المره دي سوسور يا رامبو، بس وحياتك لاخدك تخليهم يرقعوا تحت رجلك. ازاي يا فالح؟ دي محتاجه ترتيب تاني نبقى نتكلم فيه بعدين. قول لي انت ليه بقى مجرجرني على الشقه وهما مش موجودين؟ مش فاهمك. افهمك، بما انك لص ظريف تقدر بسرعتك وظرفك تعلق شويه حاجات. الحاجات دي تقدر بقى بيها تصالح عمرو وشيري على طريقه فيلم لصوص لكن ظرفاء، فاكره؟ مش هنخلص من اقتراحاتك وافكارك الظرفاء. انت حرامي بالفطره يا كراميل. يعني انت اللي دكتور سنان؟ انت ناسي انك حكيت لي عن كل سرقاتك مع حماك واحنا جايين؟ انت كذاب، انا ما حكيتلكش وانت كنت بتسمع الاحداث بتاعت المسلسل. الاحداث ما فيهاش اني انزل اسرق. بالعكس، ده بعد ما تسرق الرفايع دي هتيجي تكوي للواد عمور هدومه وتطبقهم في دلابه كمان. ليه ان شاء الله؟ عشان يحس ان مراته مهتمه بيه وهدومه نظيفه ومكويه في الدولاب. ده انت ناقص تقول لي اغسل هدومه. انت على فكره الحدث عندك عالي قوي كراميلا. واضح ان البهدله اللي انت شفتها قوت عندك حاسه التوقع. برافو. يا ابن القطة اللعيبة يا كراميلا، بومبونيرة تحفة، بكام دي؟ دي معلقها. هاي التفاح كمان أسواني. هو مسمر شوية، تفاح نوبي أعتقد. أي حد مش فاهم في التفاح لعلمك يفتكره بايظ. معلقه برضو؟ معلقه اه، ومعطر الجو ده. طب ادخل أوضة المكتب عند عمرو بقى عطره كده الأول، يلا. وليه معطرش أوضة شيري الأول؟ بقى أنا بعمل لمصلحتك، صاحبتك لما عمرو يدخل يلاقي صورتها على المكتب، يشم ريحة حلوة يفتكرها، وأنت دماغك زي الجزمة الضيقة. عطر اوضه شيري الاول، بس ما تنساش تحط صوره عمرو. لا خلاص، عطر اوضه مكتب عمرو الاول. خنقتني. بص يا كراميل، افتح التلاجة هتلاقي فتت كلاب، هاتها لي لو سمحت. بس دي فتت قطه مش فتت كلاب. عمري ما سمعت ان الكلاب ليها فته. ما تفتيش معايا، انا ادرى منك. اي حد ما بيفهمش في الفته يقول كده زيك بالظبط. هات يا راجل بقى، مالكش فيه بقى، يلا اتفضل. واضح انك ما اتفرجتش على الفيلم. في الفيلم كانت فتت القطه مش الكلب. في المسلسل ده بقى فتت كلب. هاتها بدل ما اقدر عليك، يلا براحتك انت حر. انا خايف بس عليك تقرف من الزفره وترجع. انت مقرف قوي. هات يا عم فتت القطه. ماشي، اديك قلت انها فتت. فتت قطه وهاكلها لوحدي وانت هتقف تتفرج. يلا، عندك اعتراض؟ رجعت تاني لفرض رايك واسلوبك الهمجي. انا اصلا قرفان منك. لا مش قرفان، انت خايف مني، ما تكدبش. ها صحيح، انسب مكان لينا دلوقتي بيت الضابط، لكن احنا دفعنا تمن حريتنا وكان التمن غالي قوي يا رامبو. رجلك الخلفيه وديلي. احنا محتاجين الحريه تاني في ايه؟ دي جابت لنا الكافيه. محتاجينها في اننا نخلص الكلاب الغلابه من قبضه فتوت وكلب مسعور وبيستخدم رجالته في فرض الاتاوه على الكلاب وبيبيع لهم بضاعه فاسده. كمان انت ناسي ان ليا طار عند الحقير مسمار. صحيح مسمار داس على اسمك، بس المساله بره حدود انها شخصيه. المساله مش كلبيه ولا قططيه. امال المساله ايه؟ سحليه؟ استنى كده، انت شايف العربيه اللي قدام المدخل الخلفي للعماره اللي هناك دي؟ مالها؟ فيها حركه مريبه، حركة بشرية غريبة. طب بقول لك ايه، تيجي نقرب شوية. هما بينزلوا ايه في العربية؟ انا مش فاهم. تفتكر شايلين احجار؟ تماثيل؟ اثار؟ ايه ده؟ مساخيط يعني وكده؟ انت لو فاكر كان بيجي لنا على الموبايل رسائل، فاكرها الرسالة دي بتاعت ارجع يا لاكي كفرة هرمز لقينا تمثال مسقوط مش عارفين اذا كان ذهب ولا ايه، فاكرها؟ كل الكلاب اللي راحت الكفر خدت على قفاها وتفتشوا هناك. يبقى لازم نتصرف. طب نبلغ ازاي البوليس؟ نطلع على صاحبنا الضابط، مفيش غيره. يجي يقبض عليهم؟ لسه بيحملوا العربية النقل. طب يلا 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 بينا بسرعة. ايه ده؟ انا دخلت بيت غلط ولا ايه؟ مال الشقة بقت نظيفة كده؟ ايه ده؟
ايه الروائح الحلوه دي؟ اولى هدومي كلها مكويه في الدولاب، ده حدث قومي. تفاح غريبه دي، وكمان شوكولاته، وكمان حمضانه، ده الاغرب. يا حبيبتي يا شيري، كل ده علشاني طبعا، ما قدرتش على بعدي، عاوزه تصالحني. العقبة الوحيدة في حياتي هو، طب أعمل إيه؟ أقتله ولا أجر حد يقتله؟ أنا أول ما أروح عند أمي أكلم شيري وصالحها. آه إيه ده؟ هو في حد جه الشقة وأنا مش موجودة ولا إيه؟ الله، في ريحة حلوة قوي جاية من أوضة النوم. إيه ده؟ يا سلام ورد، أول مرة تجيب لي ورد في حياتك يا عمرو، غريبة. كمان تفاح؟ لا كده الموضوع في إنا. ايه ده؟ كمان صورتي على الكمبيوتر بتاعك؟ لا انا بجد مش قادره اصدق، كل الحاجات الحلوه دي عشان يا عمرو. طبعا ما قدرتش على بعدي وعايز تصالحني. انا بس كل ده ما يهمنيش، انا كل اللي يهمني ان انت تبقى دغري معايا وما تتعبنيش في حياتي يا روحي. الله على ريحه الورد، يا لو كنت انسان سوي يا عمرو. الحق يا عادل، ده الكلب رجع تاني. الكلب ده كان فين؟ تعال. ده القط كمان معاه. تعالوا يا حبايبي، كنتوا فين المده دي كلها؟ وحشتونا. هو ده وقته يا حاجه انت كمان. بقول لك ايه، هشده من رجل البنطلون عشان يفهم ان في حاجه. بس خلي بالك احسن تعضه، انا هنبهه بس عشان يجي معانا. الكلب ده ماله؟ هو مش على بعضه ليه هو والقط؟ مش فاهمه. واضح انه عايز ينبهني لحاجه. حاجه ايه بالظبط؟ الكلب ما يعملش كده غير لما يبقى في حاجه. انا هقوم اشوف بيشدنا عايز نروح معاه فين يا ترى. ايوه يا امين، هات القوه وتعالى لي حالا. ايوه قضيه كبيره، عاوزكم تعملوا مداخل ومخارج المنطقه كويس. على الله القوه ما تتاخرش، احنا عملنا اللي علينا. طب يلا بينا نخرج احنا يا كرم. يلا بينا.